أول ذكريات لي طبعاً كانت في الفريج، قبل تعرف في الشوارع تسوي لك أقوال من أي شيء عندك وتلعب في الشارع. هاي كانت بداياتي مع الكورة، وهاي الشيء حببني في الكورة. بطولات الفئات السنية هي اللي تأسسك، تأسس اللاعب يعني تكتيكياً عقلياً، كثير مهمة بالنسبة للاعب في نشأته وتطوره لين ما يوصل للفريق الأول. فبطولات الفئات السنية مهمة بشكل كبير، اللاعب لازم يكون فيها مركز، يسمع تعليمات المدربين أو الإدارة اللي موجودين حوله، كل هاي الأشياء تطوره وتحسنه تدريجياً لين ما يوصل للفريق الأول. حلم لي كان إني أنا أشارك في أي أولمبياد، لكن ما حالفني الحظ في السنوات السابقة. الشباب الحين عندهم فرصة البطولة على أرضهم وبين جمهورهم، إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق وإن يوصلونا من بعد تقريبا سنين طويلة ما لعبنا في الأولمبياد، إن نوصل والمنتخب يلعب في الأولمبياد إن شاء الله. أتمنى منهم أكيد يمثلون البلاد خير تمثيل، لا يضغطون نفسهم كثير، يأخذون البطولة مباراة مباراة، لا يفكرون بعيد، يوصلون للبطولة فوز بعد فوز بعد فوز وتشوف لوين توصل في البطولة. فأتمنى لهم التوفيق، إن شاء الله كلنا واثقين فيهم وكلنا متأملين خير فيهم إن شاء الله. كأس العالم انعكس على الدولة ثقافيا اجتماعيا. قبل استضافتنا لكأس العالم كانت البلاد بصورة، وبعد كأس العالم تغيرت صورة البلاد، إرث كبير. فأتوقع أن قطر جاهزة لاستضافة أي بطولة أو أي حدث رياضي.